الهوى على الهوى. سوا طول سوا طول ما بيبعدنا المكان. ساعة الهوى من ميشيغان وواشنطن. من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. لا يوم اللي بيعتك يا وطن الغيب رح نبقى سوا. من ميشيغان on WNZK 690 AM ومن واشنطن on WDMV 700 AM. سوا سوا في الهوى والهمين الزاوية. على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. لما نكون سوا يا حياتي سوا دايبين بالهواء ما تعدي الصعب. Good morning for all of you. اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل. أسعد الله صباحكم بكل خير. من وراء الميكروفون ليلى الحسيني ترافقني في تقديم البرنامج هذا الصباح المحامية القديرة السيدة جمانة كيروز. صباح الفل جمانة. صباح الخير. صباح النور لكل مستمعينا الذين انضموا إلينا في هذه الفترة الصباحية. العنف المنزلي موضوعنا لهذا الصباح. إن العنف الأسري سلوك رافق الإنسان منذ نشأته مختلفا في صوره وأشكاله باختلاف العادات والتقاليد والأعراف والأزمنة والظروف الاجتماعية والإنسانية والأنظمة السياسية. فيما يعتبر عنفا خلال حقبة معينة في مجتمع ما قد لا يكون كذلك في نفس المجتمع وخلال حقبة زمنية أخرى أو يكون مشروعا في مجتمع آخر. تأتي هذه الأفعال المباحة ضمن أطر الشرعية والقانون بهدف التربية والتأديب. على سبيل المثال الممارسات المشروعة كالعمليات الجراحية والألعاب الرياضية لها ما يبررها إلا أنها تدخل في إطار العنف المحرم إذا ما تجاوزت تلك الحدود. إن العنف الأسري يخلف آثار اجتماعية اقتصادية ونفسية سيئة على أفراد الأسرة لسيما النساء منهم رغم أن العادات والتقاليد قد تفرض أحيانا بقاء أفعال العنف أسرار الأسرة وتتحمل الأسر نتائجها. في ضيافتنا لهذا الصباح السيدة بث مورسون تعمل كرئيسة لمؤسسة هافن المتخصصة في الخدمات للمعنفين ومكافحة العنف المنزلي في مقاطعة أوكلاند ميشيغان. للسيدة مورسون خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال وتخصصت في مجال العنف المنزلي والعنف الجنسي. تخرجت من جامعتي أريزونا وسنترال ميشيغان. أيضا السيدة منى فروخ منسقة برامج الأطفال والمراهقين والوقاية من العنف المنزلي في مؤسسة أكسس. سيدة منى بداية عرفي لنا العنف المنزلي لو سمحتي. العنف المنزلي هو عبارة عن نموذج من التصرفات المكتسبة. بعض الأشخاص تنمو عندهم الأفكار بأن لهم الحق بالسيطرة والمحافظة على بسط السلطة والنفوذ على الآخرين. هؤلاء الأشخاص يقومون باستعمال أساليب مختلفة للتهديد والتخويف والعنف ليحافظوا على مركزهم في السلطة والنفوذ. هل تتفقين مع ما يقال أن الأكثر تضررا هم الأطفال لأنهم يعانون بصمت هنا؟ أي شخص معرض لأن يكون ضحية للعنف بشكل عام رجل أو امرأة أو أطفال. لكن الإحصاءات تشير إلى أن حوالي 5% فقط 7% من الرجال، الأغلبية من النساء. الأطفال طبعا يتعرضون خاصة إذا كانوا في منزل فيه العنف المنزلي يعانون من العنف المنزلي ولكن بصمت مثل ما حضرتك أشرتي. بصمته دائما بيركز على الضحية المباشرة التي خلينا نقول على سبيل المثال الامرأة إذا كانت في بيت وهي ضحية العنف المنزلي يركز على المرأة. أحيانا ننسى الأطفال حتى بعمر الطفولة حتى لو كانوا بعمر بعدة أشهر. في بعض الإحصاءات جرت بيونيفرسيتي عملوا صارت مشكلة في بيت الرجل تخانق مع زوجته قتلها
كان في عندهم ثلاث أولاد، بنت عمرها 11 سنة، صبي عمره 9 سنوات، وطفل في المهد بعده كان عمرهم 6-7 أشهر. سو طبعا الامرأة راحت، الرجل طبعا راح على السجن، لكن الأطفال اللي عمره 9 سنوات و11 سنة أخذوهم على الكونسلينج والثيرابي. طبعا تعرضوا لعطوهم الإرشادات واعتنوا فيهم، لكن ما حدا نظر للطفل اللي كان بالمهد، كان عمره 6 سنة وعند 6 أشهر. هذا الطفل كان عم يبكي، ما كان عارف شو عم بيصير، كان يعرف انه امه موجوده لانه بيتعلق بدقات القلب. دقات القلب اللي هذه اللي اسم امه، اللي يحس بامه او صوت امه بعش عم يسمعه، فحس بالفرق. صار انه وين هالانسان هالمخلوق اللي كان يعطيني الامان ما عادش موجود، بالرغم كمان سمع الاصوات ما عرف شو صار. بس من بعد ما طمر ضلوا هدول العائله ثلاث اطفال ضلوا ضمن الدراسه حوالي 10 سنوات. بعد 5 سنوات لما الطفل الصغير اللي كان عمره 6 اشهر راح المدرسه، بلش بالعنف لانه ما قدر يعبر عن نفسه، ما حدا اعطاه الكونسلنج والثيرابي لانه من غض النظر. فالبس البيت يكون في عنف منزلي، الاشخاص كلها تكون متعرضه للاذى. جمانة Beth, can you define for us what domestic violence is? Well, domestic violence is a repeated pattern of abuse using multiple different types of tactics with the main goal of it of main, achieving and then maintaining power and control. So it's not a one-time incident, it's a repeated pattern, but that pattern can be along a wide continuum in a wide range, from verbal abuse to physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, financial control. So it's a wide continuum, but there is a repeated pattern. Both Beth and Mona, a lot of people think that domestic violence just consists of physical abuse. I wish we can talk a little bit more about verbal abuse, about other forms of not so tangible abuse, such as verbal abuse, such as financial abuse and the like, and how the law recognizes that to be a form of domestic violence that's punishable by the law. Mona first and then Beth, and Leila, I know you have to step out for a minute. We're talking about how domestic violence is not just physical violence. للأسف العنف المنزلي بيشمل أنواع الأذى المختلفة، منها الأذى الجنسي كمان، هو إجبار الشريك على ممارسة الجنس من دون كونسنت، يعني بدون إرادته، بدون أخذ القبول الموافقة. أحيانا استعمال الطلبات الجنسية بطرق مهينة للشريك، هذه كمان تحصل مثل ما بيقولوا behind closed doors. يعتبر أنه هذا حق المرأة أنه تعطي الشريك الحياة الجنسية، لكن هذا الجنسي لما الإنسان لم يأخذ الموافقة أو يستعملها للاغتصاب الزوجي. أحيانا الرجل يغتصب زوجته أمام الأطفال، يعتبر أنه هذا حق له، كمان هذه من العنف المنزلي. الإساءة والأذى العاطفي، هو وضع الشريك الآخر لإهانته، دائما خليه الإحساس أنه هو أقل احتراما، أقل قيمة، الحط من الذات الشخصية، يعتبروا أنه من قيمة الذكاء أو المستوى العلمي أو الثقافي. كمان الأذى العاطفي لما الشريك يستعمل الأطفال كسلاح حتى يسيطر على الشريك الآخر. الأذى الاقتصادي، هو حتى لو كان الشريك أو الشريكة عم تشتغل أو عم تطلع، كمان ما إلهم الحق بالتصرف بأموالهم حتى الخاصة، أو إذا ما عم تشتغل كمان حرمانها من المصروف أو إعطائها المصروف، وإذا رحت تشتري غلط كمان بيطلعوا أحيانا بالرسيد أدي صرفت وعطينا الباقي، لأنه غاية كل هالتصرفات إن كانت جنسية أو إن كانت عاطفية أو إن كانت اقتصادية، هو حب السيطرة على الطرف الآخر. نعم، وكمان كمان نحن عم نلاحظ الإساءة أو العنف الروحي، لما يكون مثلا تنقول الشريك والشريكة تنقول يعني دينين، دائما بخليها تحس أو بخليها تحس إنه مهما عملتي أنت ما بتعبدي الله مثل ما أنا بعبده، أنا بعبده أفضل. حتى بالقيم الروحية دائما في تفضيل والإهانة للشريك الآخر. وما ننسى أنه حضرتك بلشت وقلت أنه 5-7% من الرجال هم معرضين للعنف المنزلي، فما بدنا ننصف تجاه كل الرجال ونقول أنه فقط الرجال هم اللي بيرتكبوا العنف المنزلي. أوقات هم
فيكتم ضحية. بس أن أضيف سيدة جوانا معلومة أيضا اكتشفت امبارح أثناء بحثي، تصوري أن 40% من الرجال في بريطانيا يتعرضون للعنف المنزلي. ليش في بريطانيا؟ في بريطانيا تحديدا لا أعلم، كنت أسأل سيدة منى وسيدة باث، ولكن ليس لدي. Before we ask you about the other forms of not so tangible domestic violence, Leila looked at a study yesterday that showed that as much as 40% of men in England are victims of domestic violence. Do you have any idea about that, and why would it be an incidence so high? When Mona earlier stated that the number of men who are victims to domestic violence in general are somewhere between 5% and 7%. Do you have any idea why the incidence would be so much higher in England? You know, that just really baffles me. I really question if that's accurate. What are your numbers on the number of men who are victims to domestic violence? Well, I definitely agree with Mona. With Mona and the 5% to 7%, that the vast majority, and what I've even seen internationally, just not here in Michigan or the United States, but that it's predominantly a crime perpetrated by men to women. And you know, and it really fits when you think about it, is the stereotypes and the sexism and the misogyny that exists internationally as well as locally, and so that statistic seems to fit. And what we see is typically is men who are abused tend to be abused more as children and not so much in their adult relationships. But so the oppressed becomes the oppressor, kind of. Absolutely. And we see that a lot. When I attended Yale University, I did a very exhaustive study on women's study and particularly domestic violence. And what came out again and again in my research and was the subject of my thesis is that very often the oppressed becomes the oppressor. Unless, you know, counseling and therapy, as you model the behavior you grew up with. Beth, Mona was talking about the other more subtle forms of domestic violence that even the law recognizes to be forms of domestic violence, such as sexual abuse, such as emotional abuse, such as spiritual abuse, such as financial abuse. Can you tell us about those and, you know, impress upon the listeners that those two constitute domestic violence? Well, they absolutely do, and what I've heard over the years from survivors coming in for services is that those forms of abuse can be just as terrifying and just as horrific as the physical violence. That the emotional, the verbal threat. Give us an example of each, if you don't mind. How many victims of domestic violence do you cater to at Haven in Pontiac? We serve about 12,000 to 15,000. Wow. Women and children and men. And I know Leila and I are going to go visit your domestic violence shelter soon. Thank you for the invitation. That's a combination of our crisis line. We have advocates out in the court, our counseling program, our shelter, all kind combined. But it's about 12,000 to 15,000 individuals. So give us an example of every one. Let's start with sexual abuse. Well, sexual abuse within a domestic violence relationship, it's very, very common. Very common. Within a domestic violence relationship. Because probably the male feels entitled to Absolutely. Ownership of the body of the female, whether it is Absolutely. His girlfriend or his wife. Absolutely. And it's just a matter of you are mine, and what I want, I get, and when And I the want. Goal of it isn't sexual. The goal of it is to intimidate and sustain power. Absolutely. Absolutely. So domestic violence and sexual violence go in really in a lot of, in tandem, especially with their physical violence. I think the sexual violence is almost always there. And many women don't see it as sexual violence, though. Yeah. They see it as that's part of the marriage or part of the relationship, right. Where they might see the domestic violence as being something that's not okay. Right. The hitting is something, you know, is not okay, but the sexual abuse, because sex is part of a relationship, a marriage. Right. Right. Can you give us an example of emotional abuse? And we want to repeat that it isn't just one isolated incident. Like you stated, both of you, it's right. a pattern. Emotional abuse, probably the most typical is putting down a person's self-worth. You're stupid, you're ugly, you're never going to amount to anything. No one's
you're lucky you have me, no one else is going to want you. I'm really diminishing the value and the worth of an individual. And hearing that on a routine and regular basis from you're a bad cook, you're a bad wife, you're a bad mom, you know, that you're just no good, and I tolerate you, and you should be grateful for that. And what does it do to the psyche and to the self-esteem of the other person to feel this, to hear this message? Well, when you hear those kinds of messages on a regular basis, you believe them. You believe them, and then you live them. You believe them. And part of the emotional abuse also then becomes isolation. So the abuser will isolate you from other individuals who may give you a different message and say that you're beautiful, you're smart, you're worthy, you're a great cook, you're a, you know, whatever, and will give you those opposite messages. And so domestic violence victims are very typically isolated from their family, from their friends, from other support. Give us an example of spiritual violence, I'm sorry, and financial violence. Spiritual violence just really is telling you what to believe and where and who and how to believe, as far as or not allowing you to practice your own spiritual and religious beliefs, or really managing and controlling that. Again, I mean, domestic violence is all about power and control, so it's picking and choosing where you are, who you're going to be with, what you're going to do, how you're going to do it, and even who you are spiritually, and making those decisions for you instead of allowing those to be a part of who you are and your whole being and your whole person. Financial abuse is controlling all the money. I remember working a few years ago with a woman who was given the certain amount of money to go grocery shopping, and she had to bring the change back, and he would go through the receipt and make sure that nothing was purchased on that grocery receipt that wasn't approved, you know, that there was no candy bar or no coffee or, whatever you were told to buy is what you're going to buy. Had to account for everything. One time she dropped a nickel and she couldn't find the nickel, and she looked all over the cash register area for the nickel, and she just knew that she was going to have to pay a price for coming back a nickel short, and even what she did with that nickel. بعد الفصل نعود معكم وهذا الحديث الشيق عن طبعا الدوماستيك فايلنس العنف المنزلي. ولدي سؤال للسيدة منى فروخ، لماذا تبقى النساء في تلك العلاقة؟ يعني برأيك لماذا النساء بعد كل هذا الكم من العنف المنزلي، من التعنيف ضدها، من الإساءة كما أشرت نفسية كانت أو جسدية، لماذا تبقى النساء في تلك العلاقة؟ وأيضا قبل هذا وذاك، من هم ضحايا العنف المنزلي؟ منى، يعني إذا الواحد مثلا هلأ ممكن حدا من المستمعين يخطر له، إذا واحد ضرب زوجته مرة هل يعتبر هذا عنف منزلي؟ يعني لنكن منصفين، هل يصنف هذا تحت العنف المنزلي؟ ممكن كل عطنا نخطئ مثلا هتطلع خلقه، طبعا لا يحق لأحد استخدام هذا الموضوع كذريعة لضرب زوجته، ولكن يعني من الطرفين هل هذا يعتبر عنف منزلي قانونا اجتماعيا؟ بعد الفصل نعود مع السيدة منى وموضوع دعونا العنف المنزلي لهذا الصباح. سوا على الهواء، سوا على الهواء، ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير. صباح الخير امريكا. من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. It was my job to save people until one night I was in a car accident. I couldn't work and the insurance company, they fought me every step of the way. I didn't know what to do. Call 866 your rights. I'm Shumana Kehus. I know what it's like to be refused your rights. When you call, my attorneys and I will fight to get you the compensation you deserve. Shumana handled my medical benefits and lost wages, and she got me a settlement. If you have been injured, call 866 your rights. 9 seconds a woman is abused in America. في كل 9 ثوان تتعرض امرأة للعنف في الولايات المتحدة. طبعا ليس كلهن مسلمات. العنف المنزلي لا ينحصر في دين أو عرق أو إثنية، بل موجود في كل المجتمعات. كما استمعنا إلى هذا التعليق البسيط جدا من إحدى السيدات التي تعرضت إلى العنف المنزلي، وكما نرى العديد من السيدات مثلك منى وسيدة باث تأخذ الليد في هذا المجال للتوعية للتثقيف في هذا المجال. قبل الفاصل قد سألتك منى، يعني حادثة واحدة هل تعتبر هذا عنف منزلي؟ بس يعني واحد طلع خلقه وضرب مرته مثلا، أنا عم بعطي يعني إكسكيوز، بس يعني تحصل تحصل. نعم.
تحصل. تحصل. الإنسان مخلوق، نحن الإنسان مخلوق عاطفي، عنا شعور وأحاسيس. الغضب كمان شعور عاطفي. الغضب مش مشكلة، بس المشكلة كيف نحافظ أو كيف نسيطر على الغضب. وما ننسى أوقات إنه الكلام ممكن نعم ممكن كلمة من زوجة تجاه جوزة تطلع له غضب نعم الاستفزاز الكلمة مظبوط، الكلمة الحلوة لازم يكون القلب نظيف. سلمها التم يا جمانة، سلمها التم. الإنسان لازم يكون نظيف من جوا ومن برا، نظافة من جوا والأمان من جوا والسلام الداخلي بيظهر على الإنسان بتصرفاته بكلامه بحركاته كمان. هلأ نعم طبعا الإنسان بيكون عنده غضب، بس مش معناته أنه هيدا عذر أنه يمارس الغضب أو يمارس العنف على الشخص الآخر. بس إذا حدثت مرة واحدة حادثة عنف، مش معناته أنه الإنسان هيدا يعتبر انه يمارس العنف. وما ننسى المسامحة، إن كان مسيحيين أو إن كان مسلمين ندعي بالمسامحة. إذا كانت غلطة مرة مش ضروري نطلب البوليس تغري. وهي بشغلة عم بتصير، وما قصدي أطيق، بس بتمنى لو بتسلط الأضواء على القدر إكستريم اللي عم بتصير، إنه أوقات عم بيصير بلحظة غضب يمكن تصرف خاطئ مرة واحدة تركض المرة وبتطلب البوليس وتدخل الحكومة قصة تاني. بتمنى لو بتحكي عن هذا الموضوع كمان. مزبوط. هو لأنه مثل ما قلنا العنف المنزلي هو تصرفات مكتسبة اللي هي متكررة، لكن مثل ما كان قالت بث كمان العنف ال شو اسمه الفيربلي الكلامي، الكلامي والعاطفي بيأذي كتير. إذا ما كان في عنف جسدي وفي عنف كلامي وعاطفي، جعل الشريك الآخر إن كان امرأة ولا رجل مستفز. دائما إنه أقل مستفز وأقل من الاحترام. بيصدق الإنسان، بيصدق على كل يوم بيسمعها أنت مش منيحة لإلي أو مش جيد لإلي، كفاية بيصدق الإنسان وبيعيش بهالشي، بيصير عنده خوف إنه يظهر. هلأ في هلأ بنلاقي إن إحنا الفرق بين الأجيال، الجيل المتوسط العمر والأكبر سنا بحاول عنده الصبر وطولة البال، يمكن يتغير مشان بدي أبقى مشان الأولاد، يمكن هلأ اللي هو بس غضبان بالشغل بعدين مثلا منروي الأشياء. بس هلأ اللي عم بيصير الجيل الجديد، الجيل الجديد إن كان صبايا ولا شباب ما عم يتحملوا. يعني مثلا بتروحي بتنعزمي على عرس، بتروحي على عرس بتنقطي وما بعرف شو، بعد شهرين ثلاثة تطلقوا. طيب ليه؟ تبع شو أي على اي اساس صار في زواج؟ بعتقد انا بالنسبة لإلي اللي عم شوفه انه الزواج عم بيصير مش كرمال ايجاد الشريك المناسب لإلي لاكمال حياة مع بعض وبناء عائلة، عم بيصير الاعجاب بالاخر. الزواج مش للسبب الوجيه لأجل بدي اتزوج لاني بدي اتزوج. كمان التربية تعودتنا كمان تقريبا بعتقد ان كان مسلمين ولا مسيحية ولا تربيتنا فيها شيء من الغلط. يعني مثلا بس الوحدة باختيار الشريك، باختيار الشريك. بعدين اذا مثلا تنقول عائلة مثلا ضيوف لعنا، اذا مثلا تنقول عندي بنت عمرها 14 سنة امي انت ضيف القهوة تيجي عارفه انه عندي عروس، عرفت كيف؟ بس الضيف القهوة ايه ان شاء الله فرحتها. طب ما بعد الطفلة 14-15 سنة بتضل اذا ما تزوجت لعمر معين بقولوا لها عانس. ليش بدنا نستعمل كلمة عانس؟ الامرأة بهالوقت عم تتعلم، فيها تكون مستقلة، فيها تكون كمان منتجة بالحياة مبنية. إذا ما تزوجت لعمر معين اسمها عانس. إذا تجوزت أول ما بيروحوا يهنوها بالزواج شو بقولوا لها؟ فرحة عريس مش فرحة عروس، عرفت كيف؟ إذا جابت بنات بتضلها ناقصة تجيب صبي. سو هيدا كله بيأثر علينا إن كان صبايا ولا شباب. نحن منكبر بجو إنه الإمرأة لازم تتزوج تتكمل تتكمل نفسها، لأنه بنفسها بشخصيتها المستقلة ما بتكمل نفسها غير كاملة إلا ما تتزوج. إذا زوجت غير كاملة تجيب أولاد، وإذا جابت أولاد غير كاملة تجيب الصبي. لما تجيب الصبي يمكن تكون جابت كذا بنت أو طولة تجيب الصبي. ما بيعرفوا أحيانا إنه الصبي ولا البنت هيدا من خلق الله، والله اللي بيبعث كان صبي والله بنت كله متساوي. سو هلأ الجيل الجديد مثل ما قلت ست جمانة ما عم ينطو، صار عنده إكستريم. الإكستريم اللي قلت عنه لأنه يمكن شافوا أهلهم، شافت أمه أو شافت بيه صابر كل العمر على مضض وعلى إهانة، صار عنده ردة فعل، صار الغضب الداخلي ما عاد فيها تتحمل. إذا جوزة أو مرته قالت ربا خلص حل عني خلينا نطلع، ما عاد في أي خلينا نقعد نتحاور، ما في حوار، ما في أخذ وعطاء. صار يا كلمتي يا كلمتي او هيدي حريتي، او هو بيقول هيدي حريتي. ليش؟ هيدي ردة فعل عنيفة للضغط اللي عاشوا فيه، للكبت
اللي عانوه سنين طويلة. هيدا اللي بدنا نحاول نركز عليه، انه هل يعود ذلك مرة اخرى بنا الى بداية المقدمة التي اشرت فيها ان هذه الافعال مباحة ضمن اطار الشرعية والقانون بهدف التربية والتأديب؟ يعني هل الافعال النفسية التي تنتج عن ربما زواج غير صحيح نتلمسها في أطفالنا الذين يعانون ويخرجون إلى الحياة بعقد نفسية ربما لا تساعدهم في إكمال حياتهم بشكل صحيح؟ اللي بدي أشير إله أنه إن كان الإمرأة ولا رجل، إن كان هو اللي بيمارس العنف أو اللي وقع على العنف اللي هو الضحية، ممكن حتى الضحية مهما عاشت ضحية يعني لزمن طويل، يمكن يوما ما يقف الضحية أو تقف الضحية عجيها وتقول you know enough is enough وتعيش حياتها. في أمثلة why the woman really handle all this suffering struggle and keep herself in this circle. We بدنا نخلي العائلة together. We need to keep the family together. This is an ocean. إنه الأولاد بدهن أم وأب. لازم تكون العائلة كاملة بين الأم والأب. مش هناك الأم أو الأب. خلينا نقول إنه بيحاول يكون عندهن الصبر وطولة البال حتى يخلوا العائلة مع بعضها. بس اللي بدي أقول له الأولاد اللي بيعيشوا في جو منزلي في عنف وفي إهانة، ما في الاحترام واحترام رأي الآخر، الأولاد بيكون عندهم مشاكل طول العمر، يا بيصيروا مثلهم يا بيعملوا ردة فعل طول العمر. حتى لو بدي يصيروا مثلهم أو ما يصيروا مثلهم، بيصير عندهم غضب لأنهم ما عم يفهموا شو عم بيصير. بيصير عندهم الغضب وهذا الغضب ما عم بيعرف يعبروا عنه. إذا ما عبروا عن هالغضب بيضلوا يطلع as a flirt، بيطلع دائما بأي شيء. بتلاقيهم مثلا بيكونوا عم تحكي مع شخص دغري بيجاوب بطريقة كتير عنيفة، أو بتقول اوكي شو صار، ما حكيت الا انا كلمه، مش كلمه الكلمه اللي قلناها، مش مشكله السبب من جوا، طفولته السبب. فنحن عندنا خاصه المجتمع العربي ما منعبر عن انفسنا، ما بنسمح للاطفال يعبروا عن انفسهم، ما بنحكي مع الاطفال. بيجوا الاطفال مثلا بنبعتهم على المدرسه، بنركض الصبح بنلبسهم بنطعميهم على السريع، مثل الشغله بتصير اوتوماتيكيه. بنلبسهم، بنحب اولادنا كثير، حتى نحن قد ما بنحبهم ما بنخليهم يعملوا اشياء لانفسهم، بنعمل لهم كل شيء. مثلا نحن بنبكلهم الكبوت، نحن بنبكلهم البوس، نحن بنطعميهم، بناخذهم على المدارس. بيجوا بدل ما نحكي معهم شو بصير، حط كتبك هون، حط المدرسة شو اسمه هون، روح كور، روح اعمل الهوم وورك. حياه كل أوامر، ما في جو عائلي اللي فيه الحوار العائلي. مثلا بين العائلة نقعد ناكل مع بعضنا، نشرب مع بعضنا، ويكون الرجل الزوج والزوجة والأطفال يكون في حكي وحوار. هذا الحوار وقت ما بنسمع الأطفال عن شو عم بيعانوا، شو اللي بيخليهم يفرحوا، شو اللي بيخليهم يزعلوا، شو اللي مضايقهم، الولد بيصير عنده كبت، وهذا الكبت مع الغضب اللي شايفينه ما عارفين يفسروا شو هو على الكبت، بس يكبروا ما بيقدروا يتحملوا كلمة من الإنسان. أو مثل ما قلتي حضرتك ست جمانة، إنه أو بيصيروا هن عنيفين بيمارسوا العنف مع الآخرين، أو بيرجعوا بيكونوا هن الضحية، بيقبلوا يكونوا بفتشوا على شريك بالحياة يسيطر عليهم، لأنه هيدي الحياة اللي بيعرفوها وربيوا عليها. It's the familiar. Yeah. But after the quick commercial break, I would like to ask you why the women really keep themselves stay in really marriages while they really suffering from domestic violence. Why they connect to this relationship? After the quick commercial break, we will hear from you, Beth. سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني الموج كنا سوا. للمحامية جمانة كيروز باع طويل وناجح في قضايا الإصابات الشخصية وحوادث السيارات، حيث أن مكتبها يضم أكثر من 60 موظف وباقة ضخمة من المحامين المتخصصين في هذه القضايا. سجلها يتكلم عنها، وهي التي تفوقت بإنهاء أكثر من 99% من قضايا موكليها بالنجاح الكامل، الذي مكنهم من الحصول على عشرات وعشرات الملايين من الدولارات سنويا. الاستشارة مجانية، والالتزام بمصالحكم من أهم أولوياتها. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم 248-557-3645-948-557-3645. But before the really quick commercial break, we did ask you why the women keep connecting with this relationship while they really suffering from this abuser.
It's such a complicated question and a complicated answer. If there was an easy answer, I think maybe the incident rate wouldn't be quite so high. But, you know, part of it is it's actually that it becomes one question becomes two questions. The other part is that why does he continue to abuse? We often put a lot of emphasis on that she needs to do something to change and make it change and end, or kind of we're asking her to control a relationship that she has no control over. So, but I think that in general, women stay in the relationship because for many, it's the safest place for them to be. The fear is so immense, and the threats are so real, and you can look around and see the outcome of what happens when women do leave the relationship. They're thrown into poverty. Their children are thrown into poverty. They may end up dead. Most homicides occur in a domestic violence relationship at the time of ending the relationship or after it's ended. So what you are saying is that women who consider leaving are really afraid for their safety. Absolutely. The safety of themselves, the safety of their children, the safety of their other loved ones. So they do believe the threats of their oppressor, that they may be harmed, that they may die, and you mentioned the incidence of homicide. Absolutely. I think that they realize that the threats can be real, and they see that even within the relationship, if they start to pull back and maybe don't comply like they had been complying, that the abuser will up the ante. I mean, that they will become more violent and will use more tactics, and will their behavior, their violent behavior, will increase. So that they see that and have experienced that. But even in that. even in the relationships where domestic violence does not consist necessarily of physical abuse, but perhaps emotional and mental abuse, I think that a lot of women stay because it's the familiar. They know it's Absolutely. Painful, but they can bear it. The fear of the unknown, of going out there, of making it of their own, of challenging themselves, is such a scary thing that they prefer to stay in the known than to take a leap of faith and rely on God and try to make it on their own. Well, absolutely. And we talked a little bit earlier about the emotional abuse and the kind of the wearing down, the beating down, if you will, of the woman as a person. Where she starts and believing what she's being right. told. So what will I do if I leave? Who's going to hire me? How am I going to have money? How am I going to support myself and my children? How can I protect my children? Because there's also the fear of losing custody, and that's a real fear. There's a fear of, right now, I'm the target of the aggression and the anger and the abuse, and maybe the children aren't. But if I'm not in the picture, will my children be abused when I'm not with them and can put myself between the abusive person, the father, and the children? And so a lot of it is also around the fear of the safety of the children. Wow. Jumana, I would like to really to translate or highlight this part also in Arabic. It's very important. As thank you so much, Mona, for providing me for all this information about why the woman really keep herself connecting with her partner, knowing that she's being victim for abuse. من هذه العوامل أو الخوف من الرحيل بسبب التهديد بما يمكن أن يحصل لها الأمل أن يتغير الشريك عدم وجود الدعم العائلي الكافي تعتقد النساء أنهن يستطعن أن يتكيفن مع الشريك المؤذي الضغط العائلي للبقاء في العلاقة الزوجية الأعباء التقليدية والدينية الخوف من خسارة الوضع القانوني ممكن هو اللي جايبة على البلد إلا إذا بتتركيني ما في جرين كارت خلص هذا بدنا نحكي عن أوباما يعني قانون أوباما سيدة نمانة جدد قانون ضاوة اللي أعطى المرأة الحق أن تصرخ عاليا أنه أنا عرضة للدوماستيك فايلنس احموني فحقيقة many thanks for President Obama for renew this law. أيضا العوائق الاقتصادية عدم إجادة اللغة ربما تكون من هذه الإعاقة فقدان الثقة في النظام القانوني الخوف من التمييز العنصري الشعور بالعيب الذل والعار طبعا هذا نتيجة لتربيتنا في الشرق أوسطية ربما أكثر ظاهرة في من المجتمع الأمريكي الشعور بالذنب أن النساء يجب أن يتحملن الصبر
الحر ومن أجل الأولاد العيلة، كما أشارت منا العديد من هذه القضايا. وأنتقل منها أيضا إلى تقرير الأمم المتحدة منا، حيث أشار يعني في ماهية التقرير 80-98% من الأطفال يعانون من العقوبة البدنية في منازلهم. ثلث هذه النسبة تواجه عقوبات بدنية قاسية ناتجة عن استخدام أدوات عنيفة للعقاب. إضافة هذا العقاب يترك أثار جسدية نفسية على الأطفال. عمليات الترهيب الشفهي البدني يتعرض لها الأطفال أيضا. 150 مليون فتاة، وتصوري سيدة جمانة 73 مليون صبي تحت سن 18 عانوا من علاقات جنسية قهرية. هذا آخر تقرير صدر للأمم المتحدة فيما يتعلق في العنف ضد الأطفال عالميا. طبعا هناك أيضا أشار التقرير إلى انتشار حالات تعرض للزواج المبكر، كما أشارت منى، في مناطق عديدة من العالم بسبب العادات التقاليد الفقر، ربما أيضا عمالة الأطفال. منى، هذه كلها تمارس ضد للأسف أطفالنا. للأسف كيف نحمي أطفالنا؟ يعني الطفل، الأم مثلا ربما عندما تشاهد الأب يعنف الطفل في هذا الشكل إلى من تلتجئ؟ ربما الوضع مع يعني بتعرفي ليلى، نحن ما بدنا بس حلقة، نحن بدنا 5 حلقات، بدنا 10 حلقات. نعم بالفعل. معلومات يعني جدا أثناء بحثي. We need 10 episodes to cover the subject, not really one. We are barely skimming the surface and we're already 2/3 of the way down. Of course, welcome back. بس منى and Attorney Siru, thank you so much. يعني highlighting this topic is really priority in our community. طبعا تفضلي منى. نحن عنا بالبرنامج المسؤولي عنه اللي هو كمان مرة حضرتك مسؤولي عن domestic violence، العنف المنزلي في access. بأكسس بأكسس الوقاية من العنف المنزلي. أنا بركز على الوقاية، يعني بيجي في prevention. Yes, we focus on prevention. ما أجمل prevention بكل شيء بالحياة. مش أسهل وأسرع وأرخص من انه يصير المشكل وبعدين نحل المشكل؟ لانه انا يعني كل حبي واملي انه ركز على الجذور، على جذور المشكلة مش على الأعراض. مصر. يعني أحيانا بركزوا على السيمتومز بينسوا the cause of it. So أنا بفتش وين الأسس، وين الجذور لهالسبب، منين بيجي، وبنحاول ركزوا من هناك. في عنا برامج كتيرة، البرامج لأنه it's like my passion. We have many programs اللي هي في عنا نستعمل evidence based، احكي باللغة العربية. عندنا برامج اللي هي مأخوذة من مأخوذة من النظم المدرسية العلمية المبرهنة فعاليتها. فبنستعمل نحن في عنا healthy relationship، تنقول 10 محاضرات نعطيها للأولاد حسب أعمارهم. منبلش من عمر الكيندرغاردن، من الأولاد من عمر الحضانة، من بالمدارس. نشتغل مع مدارس ديربون وديربون هايس and هامتراميك and كمان بعض المناطق بديترويت. منقدم برامج why try is bullying prevention. هي فقط للعرب ولا لا؟ لمين مكان، مين مكان موجود بديربون، ديربون هايس و هامتراميك؟ yes، منقدم برامج. But she is talking about the yes. programs through access that they offer for prevention of domestic violence starting with kindergarten to children of schools in Dearborn, Dearborn Heights and Hamtramck. And I know after we ask Mona, Leila and I plan to ask you the same question, what services you offer through Haven, because people need to hear it. But go ahead, what Mona. Haven. Really, because it is nice. They provide a haven. Yes. A safe haven. I would like to know more about it. And also, Beth, after the quick commercial break, after Mona will finish, I would love to know what is it really, if what is the first step that woman who is being abused can do? How can they, she can get help from but let's have Mona continue about the لما نركز على الوقاية، والوقاية ببلش من عمر صغير. بنحاول ندرس الأطفال من حوالي 10 محاضرات، كل كوريكولوم 10 محاضرات. بنستعمل كمان السيرفي اللي هو الاستبيان قبل وبعد المحاضرات، تنشوف نحن تأثيرنا عليهم قديش علمنا الأطفال أو الأولاد. عندنا برنامج للأطفال من عمر الكيندرغاردن للصف الخامس، بعدين عندنا منهج تاني اللي هو للميدل سكول للابتدائية ولل
هاي سكول لثانوية. كمان عنا محاضرات نفس الشيء بنعطيها للأهالي للأباء والأمهات باسمه Parenting Nurturing Parenting by دكتور ستيفن بافلاك. كيف بتلاقي التفاعل بالأخص بين الأهل العرب رجال ونساء؟ ست جمانة أحيانا للأسف الشديد مثل ما قلنا أول الحلقة من أهون الشيء تعرفي أنه في عنف لما يكون في أذى جسدي، بس وقت اللي بيكون في أذى عاطفي ولفظي وروحاني ما بتقدري تعرفيه. فنحن ما بنحكي عن محاضرات بالمدارس خاصة مع الأهل عن التربية الفعالة اللي هي Nurturing Parenting، بنحكي عن Stress Management، بنحكي عن أي شيء، ودائما بدخل المساواة، الاحترام، التفاهم، الحوار. بتلاقي النساء لما أعطي بعض مثلا الأمثلة بتلاقي النساء الحزن بعيونهم، بتلاقي ببلشوا يعملوا هيك ديناد يصير يهزوا براسهم، بيعرفوا لأنه ما عارفين حالهم إنه عايشين، ما عارفين حالهم إنه عايشين ضمن العنف. بفكروا إنه هذا شيء طبيعي إنه الرجال إذا كان مثلا منرفز بشغله إذا أوكي لأنه هو غضبان يجي على بيته فيش خلقه ببيته، هذا شيء طبيعي، يكسر الطاولة، يعيط على مرته، يضرب الأكل مثلا، أو هي مش عم بحكي بس عن الرجل بشكل عام، إنه هذا التصرف الفعلي منلاقي له أسباب، إنه هذا الأسباب سبب الغضب. في ناس كتير عايشة ضمن العنف المنزلي ما بيعرفوا حالهم إنه ضمن بس نعطي هالمحاضرات ببلش يطلعوا اللي بقلبهم، بيجوا بيحكوا معانا. بس كمان عم نلاقي رجال، مثلا أنا أعطيت محاضرة ضد العنف المنزلي بواحد المدارس، كان في حوالي 5 رجال وحوالي 20-25 امرأة. إجت الليازون طلعت المرسي قالت لي انتبهي أنا بعرف محلك مين، بس في كابول يعني عايشين عنف منزلي. قلت لها ما تخافي أنا بعرف كيف أحكي معهم، أنا من الكوميونيتي، أنا من هيدي الجيلي وبعرف كيف أحكي معهم. فحكيت معهم الرجال هن زيتهم إجوا لعندي قالوا لي بدنا محاضرات مرة واحدة ما بتكفي، بدنا إياك تجي مرة واثنين وثلاثة. قلت لهم حاضر. يعني كمان حتى اللي بيمارس العنف أحيانا أنا بلاقي ضحية المجتمع، كيف لازم يكون الرجل، لازم يكون مثلا قوي وأبضاي، ولازم تيبارس رجوته يكون عنده القدرة والحب والمرأة أحيانا كمان أحيانا حتى الجوزة قدام المجتمع. فهذا في هذا حب هدول قديش سيدة جمالة حب السوبريوريتي هيدي كمان والله ما بعرف، بس أنا بحب بتمنى أنه المستمعين يعرفوا أنه يمكن المسج اللي نحن عم نوصله اليوم مش أنه كل إنسان تعرض لعنف مرة أو مرتين يمسك التليفون ويتلفن ل 911 ويشوف البوليس، لأنه تدخل الحكومة منا شغلة هيني ومنا شغلة سريعة. المحاورة هي أهم شيء والمسامحة، ونحن ما عم نقول أنه الواحد يغض النظر عن تصرفات عديدة، ولا عم نقول أنه مثل ما بيقولوا باللبناني كل ما طلع الكوس بالجرة نمسك التليفون ومنتلفن للبوليس. بتمنى لو بتحكي عن هالنقطة، لأنه في حوار، الحوار نحن مثل ما عم بتقول ست جمانة مش معناته أنه الإنسان يتقبل العنف ولا الإهانة، بس بنفس الوقت توقف لنفسه، مش توقف لنفسه أو يوقف لنفسه بأنه تتصل بالشرطة، يوقف لنفسه خلينا نحكي نحن أضاد، نحن بالغين، خلينا نقعد نتحاور، ليه عم بتعاملني بهالطريقة، ليه أنت عم تعامليني بهالطريقة، خاصة إذا في أطفال لازم يفكروا أنه في أطفال. إذا أنا مثلا جوز عيط علي وقال لي كلمة دغري بتلفن للبوليس، شو عم علم أولادي؟ عم علم أولادي أنه ما يستعملوا أساليب مهاراتهم الثقافية وأنه يعملوا حوار ويدافعوا عن أنفسهم، يوقفوا مش دافعوا عن أنفسهم بالضرب أو بالإهانة، دافعوا عن أنفسهم أنه يوقفوا للحق. ما قبل الإهانة، بس بنفس الوقت ما دافع عن الإهانة بإهانة، دافع عن الإهانة بحب وباحترام. ليش نحن عم نوصل لهون؟ إذا مش كرمال تحترمني كرمال هالأطفال خلينا نشوف كيف منحلها. إذا مش عم نقدر نحلها أنا وياك نجيب ناس مثلا معانا من العائلة، ناس مثلا نقدر نحترمهم أنا وإنت، محترمين عندهم حكمة ما فينا دغري نركض مثل ما قلت للشرطة أو للقانون. هيدي الشرطة والقانون بتكون آخر المطاف إذا الواحد استعمل كل الأساليب وكل ما مش الحال ومن ردع الطرف الآخر ساعتها بيستخدم بس الحوار والصبر إلا إذا أو إذا في خوف حقيقي عن على الإنسان. طبعا سيدة كمان فصل الإعلان وسنكون أيضا بسؤالنا للسيدة بث قبل الفصل. To tell us a little bit about heaven, what is it about, what type of service you provide, and how can we protect women, men, or children from who's being victim. And it is so sad that we don't have time to take calls. I'm dying to hear what listeners have to say, both women and men. And thank you so much for saying that, Mrs. Kairouz. We would like to continue highlighting this topic. We promise that we go back again to hit on this topic again. James, quick commercial break, please. So, al-hawa.
الهواء سوا سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا أمريكا من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. If you get into a car accident, how will you pick up the pieces when you can't work, when the bills pile up? Who will help you? Call 866-YOUR-RIGHTS. I called Jemana. She took care of everything. My medical bills, lost wages, and even a large settlement. I am Jemana Kiruz, and I assure you that my team will not stop until you get the most for your rights. If you've been in a car accident, call Jemana. 866-YOUR-RIGHTS. سوى الهواء من ميشيغان وواشنطن. الأمم المتحدة تندد بتفشي العنف ضد المرأة في العالم. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتفشي العنف ضد النساء في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والذي يوافق 25 من نوفمبر تشرين الثاني. وقالت رئيس المفوضية نافي بيلي أن العنف ضد النساء ما زال يطرح حتى اليوم مشكلة خطيرة في كل أنحاء العالم، وإن ما يزيد الظاهرة هو أن الرجال في بعض المجتمعات لا يمثلون أمام المحاكم إذا ارتكبوا أخطاء في حق النساء. وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن النساء اللائي يتعرضن لسوء المعاملة معرضات أكثر من غيرهن بأربع مرات للقيام بمحاولة انتحار في حياتهن. This is a great clip, but it's saying that simply women who's been victim to domestic violence in most countries, they don't really get supported. But here in the United States, we do have laws can to protect women. Tell us about the service you do have, please. Well, at Haven, we serve, we're based in Oakland County, in Pontiac. However, you serve more than Oakland County. You serve Wayne County, you serve Dearborn and Detroit and Hamtramck and... Right, we'll serve, you know, really anyone who comes to us, and that we're able to provide some assistance and help to. So okay. It doesn't really matter where the person is a resident of. If they're a victim of domestic or sexual violence, we are happy to open up our doors and do what we can do. We do have a domestic violence shelter. We have a counseling program for children and adults. We in Oakland County, we can go to court with an individual if they're in an Oakland County court, and help a victim navigate their way through the criminal justice system. We have a crisis line. Do you have attorneys who do this? We have or advocates. We have advocates. Okay. And appear before judges, probate judges, all the time. Right. And if somebody needs an attorney, we will try to find a pro bono attorney that pro bono we can, meaning for free. For free that we can match up with an individual in their needs. So we don't have any attorneys on staff at Haven, but we do have staff who are seasoned and know the court experience and can help an individual make sure that they exercise all the rights that they have as a victim of a crime. But all of our services for victims are free, whether that's counseling or you know, group provide counseling shelter. Individual. I've seen here you provide shelter. You also help in immigration cases. How about? We will help with an individual, one, again, understanding what their rights are, their special laws and remedies and protections for battered women who are here, whether they're here documented or undocumented. We can help them look at what are the options and resources and remedies are available to them, hook them up with immigration attorneys and other individuals who can assist them. But I love this really brochure you brought to the studio here. Love should not hurt. الحب لا يجرح المشاعر. من الضروري أن تدرك أن لك حقوق فأنت لست وحيدا. Can we provide the calling number for those who's been victim for not having the right person in their life? Well, I love them. Yeah, absolutely. And I think one of the questions that you had asked before we went to break was what can an individual do who's right. in an abusive relationship? Right. What's the first thing they can do? And I recommend get educated. One, you are not alone. This is happening to other women. You might feel very isolated. You might feel that you're the only woman that's having this experience, but you're not, unfortunately. And so to get educated and find out, you are a victim of a crime. There are laws against domestic violence. There are laws against sexual violence.
and you are a victim of that. And because of that, you have rights. And to find out what those are and how we as a community can help protect you, and also what you can do individually. So it's finding out what are resources are available to you, what kind of services in your community or maybe a neighboring community are available to you. And if we know somebody that's been victim for domestic violence, that can we really call in? Or You have a crisis hotline, and they can start there. And then right, our crisis hotline, and if you're a friend of someone and you believe, you know, your friend is being abused or you suspect that they're being abused and you don't know what to do to be helpful, you can call us too and talk about, again, what's available, what the resources are, and how you can, as a loved one, can help and a friend can help, as well as if you're abused. Or maybe you don't even know, if you think maybe you're an abused woman, but you're not sure. Right. Call us and talk to one of our crisis line workers and I really think, Leila, we should go visit and look at all the services and then come back in one of those first tours, of course. Yes. And report to the listeners step by step about what services are offered. Well, Jumana, we have less than 3 minutes to end up. Well, I'd like to highlight the number for the Haven, 248-334-1274. 248-334-1274. Less than 2 minutes. And it's a 24-hour line, by the way. Open 24 hours. Less than 2 minutes, please. And same thing. How can we help? And Access provides same programs. And a phone number. And the بالمركز العربي كمان نفس البرامج اللي عنا الدوميستيك فاينس بريفنشن بروجرام وعنا الفوكا بروجرام. البريفنشن بركز على الوقايه والتدريس والتثقيف، ولكن الفوكا بركز على انه يستلم اي ضحيه بيجي لعنا او من اي مكان، من اي مكان. في عنا ثيرابي، كيس مانجمنت، كمان عنا لوير، عنا كمان بيساعد بالبي بي او اذا كان ضروري، بالتشايلد كاستري بيروح على معاهم على القول. سو عنا كل هذه الخدمات، ورقم التليفون 216-202-313. How can we benefit from Obama had renewed really the domestic violence, the law against a woman? How can that might help? This is a safety net for the women who immigrated to this country, who need that status. Many people really benefit from it. In English. Can you say it in Arabic? Okay. القانون الجديد اللي هو الفاوا كتير كتير مهم، خاصة للنساء أو لأي إنسان بيكون ضحية العنف أو ضحية الجريمة من ضمن العنف المنزلي، خاصة إذا ما كان عندهم أوراق وفاتوا على هالبلد، إن كان بفيزا أو كانوا مكفولين من أي إنسان وعم بيهددهم إنه ما يعطيهم الحالة القانونية، فهذا القانون بيحميهم ومش بحاجة أصلا إنه أي إنسان يكفلهم. القانون متكفل فيهم من A to Z، من ألف لياء. كمان ست جمانة بتعرف القانون، كتير كتير مهم لإلنا، خاصة المجتمعات، خاصة لمجتمعنا. ممكن ترددي رقمك لو سمحتي؟ 313-216-2202. And Beth, 248-334-1274. Final advice, سيدة جمانة. نخبة منك. Final advice. Where do I begin? ما بفتكر الساعات كافية لحتى أقدر أحكي عن هذا الموضوع. أنا كتير مبسوطة أنه بلشنا نسلط الأضواء على هذا الموضوع. ليلى بفتكر أنه لازم نعمل بعد حلقتين وثلاثة وأربعة بلا مبالغة، لازم نروح نزور أكسس ونعيش نعيش كل الأشياء اللي بتقدمها أكسس. لازم نروح نزور هيفن، لازم نرجع على الهواء and we should report للمستمعين عن شو بيقدم أكسس وشو بيقدم هيفن. لازم نكون سيدة جمانة سوا على الهواء. نعم، وكمان بنرجع نستضيفهم وكمان بنرجع نستضيفهم وبنتكلم عن هذا الموضوع. وبتمنى لو بنتقبل اتصالات المرة القادمة من رجال ونساء، بنحب نعرف شو رأيهم بالموضوع اللي عم نحكي فيه، اللي هو موضوع حساس. وصلنا إلى نهاية الساعة سوا على الهواء من مشكنة واشنطن، وكان في ضيافتنا لهذا الصباح السيدة بث موريسون، تعمل كرئيسة لمؤسسة هايفن المتخصصة في الخدمات للمعنفين ومكافحة العنف المنزلي في مقاطعة أوكلاند، وأيضا السيدة منى فروخ من مركز أكسس أيضا تعمل على برامج في هذا المجال. شكرا لكما على مشاركتكما في برنامجنا هذا الصباح سوا على الهواء.
جورجيا واشنطن. وكل الحب والشكر أيضا للمحامية القديرة أستاذة جمانة كيروز على فتحها هذه المواضيع، ربما تكون نوعا ما حساسة في جاليتنا، ولكن لابد لنا من التطرق لها. ونعيدكم سنعود مجددا ونفتح المجال لكل مشاركتكم. كانت معكم هذا الصباح ليلى الحسيني، إلى اللقاء سيدة جمانة. شكرا ليلى، شكرا سيدة منى. Beth Morrison, thank you very much for being here. Thank you, Jim, and thank you, our wonderful videographer, الأستاذ حسن حامد. إلى الثلاثاء القادم ساعة على الهواء من ميشيغان وواشنطن. باي باي. ساعة على الهواء. سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا.